السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2.1. بإذن الله سنكمل مشروع الوحدة الثالثة الجزء الثالث. أهداف الوحدة الثالثة: أولا تنسيق النص باستخدام وسوم الـ HTML، ثانيا تنسيق الصور باستخدام وسوم الـ HTML، تنسيق عرض ملف الفيديو باستخدام وسوم الـ HTML، إنشاء ملفات أوراق الأنماط المتتالية CSS، واستخدام قواعد أوراق الأنماط المتتالية في تصميم النصوص والصور في موقع إلكتروني، طريقة ربط ملف أوراق الأنماط المتتالية بصفحتك الإلكترونية، ومراحل إنشاء موقع إلكتروني. استخدمنا الأدوات محرر فيجوال ستوديو كود. مشروع الوحدة: خطط لإنشاء صفحتك الإلكترونية حول أحد المواضيع التالية: 1- حدث محلي في بلدك. 2- ظواهر إيجابية انتشرت في المجتمع المحيط بك، مثل دعم الأعمال الخيرية من خلال الجهات المعتمدة، أو الترابط الأسري والمجتمعي، أو احترام حقوق الآخرين والملكية الفكرية. 3- ظواهر سلبية انتشرت في المجتمع وكيفية الحد منها، مثل السموم أو العقلية أو التنمر أو التسول. ستحتوي الصفحة على ما يلي: صور عالية الجودة، وصف موجز للموضوع الذي اخترته، معلومات إضافية عن الموضوع. 2- أنشئ مجلد باسم My Project. في هذا المجلد أنشئ مجلدين فرعيين، الأول باسم Bates والثاني باسم Images، والذي تضيف فيه جميع الصور التي ستستخدمها في الصفحة. 3- افتح محرر الفيجوال ستوديو كود، ثم افتح المجلد الذي أنشأته. أنشئ ملف HTML وأضف وسوم الـ HTML المناسبة والفقرات إلى صفحتك. قسم الصفحة الإلكترونية إلى عدة أجزاء. طبق خصائص تنسيق CSS الأساسية لجعل الصفحة الإلكترونية أفضل. غير خلفية الموقع باستخدام لون مختلف لكل قسم في الصفحة الإلكترونية. احفظ عملك وقم بتسليمه للمعلم. لحل المشروع قسمنا السؤال إلى 3 محاور حسب ما تعلمنا في هذه الوحدة. المحور الأول: افتح محرر فيجوال ستوديو كود، ثم افتح المجلد الذي أنشأته. أنشئ ملف الـ HTML. والمحور الثاني: تطبيق خصائص وتنسيق الـ CSS. والثالث: تقسيم الصفحة. إذن المحور الأول تم مراجعته لمساعدتك لحل المشروع في تنسيق أو إنشاء صفحة HTML، والمحور الآخر تنسيق صفحات باستخدام CSS، وتم مراجعتها في درس صفحات التنسيق النمطية. وبإذن الله سوف نراجع معا اليوم تقسيم الصفحات لمساعدتك في حل المحور الثالث من سؤال المشروع. إذن المحور الثالث: تقسيم الصفحة الإلكترونية إلى عدة أجزاء، وتغيير خلفية الموقع باستخدام لون مختلف لكل قسم في الصفحة الإلكترونية. تعلمنا في درس تصميم الموقع الإلكتروني تصميم موقع إلكتروني بخطوات متسلسلة، وتصميم الصفحة الإلكترونية، وتطبيق تنسيقات وخصائص الصفحة المختلفة، والتحكم في الصور وتنسيقها، وأيضا تنسيق شريط التصفح ليظهر الموقع بهذا الشكل. تتكون عملية إنشاء الموقع من خطوات متسلسلة، تبدأ من تصميم الموقع وصولا إلى نشره على الإنترنت. مراحل إنشاء الموقع: أولا التخطيط. التخطيط يقصد به وضع الهدف أو الغرض من الموقع. إذا عزيزي الطالب، في البداية لابد من اختيار الهدف أو الغرض الذي يتم إنشاء الموقع لأجله. ثانيا التصميم. ثالثا التنفيذ واختبار الموقع ونشره على الإنترنت. إذن كما ذكرنا سابقا، التخطيط هو تحديد الهدف والغرض من الموقع، والتصميم رسم المخطط العام للصفحة الرئيسة والصفحات الفرعية على ورق، والتنفيذ استخدام أحد برامج التصميم مثل الفيجوال ستوديو كود. واختبار الموقع ونشره على الإنترنت، لابد من اختبار كل صفحة بعناية والتحقق من عمل جميع
الروابط بين الصفحات بشكل صحيح، ثم نشر الموقع على شبكات الإنترنت. الخصائص التي ينبغي توفرها في الموقع كما ذكرنا سابقا: محتوى واضح وصور ورسومات مناسبة ونسق لوني مناسب وتنسيق مناسب للعرض على الهواتف النقالة. التصميم يحتوي على 3 أجزاء مختلفة: رأس الصفحة الهيدر يشمل الترويسة، وشريط التنقل، والمين كونتنت أو المحتوى الرئيس يشمل الصور والنصوص وغيرها. بعد ذلك التذييل يحتوي على روابط مفيدة. تجميع النص يتم استخدام موسم التقسيم ديف في لغة HTML لإنشاء أقسام المحتوى مثل النص والصور والرأس والتذييل وشريط التنقل إلى آخره. يعمل وسم التقسيم ديف كحاوية، يمكنك وضع أكثر من عنصر HTML داخلها، وهذا مفيد جدا في تطبيق أنماط CSS على المجموعة كلها. إذن لتخطيط الصفحات نستخدم خاصية الID وخاصية الكلاس مع وسم التقسيم ديف لتعديل نمط CSS بسهولة. وبهذا فإن العناصر التي لها نفس خاصية الكلاس لها نفس الشكل و النمط. إذن تخطيط الصفحات: ستحتوي صفحتك على 4 أقسام رئيسية: المنيو والمين والفوتو والفوتر. هنا عزيز الطالب يتم تقسيم الصفحة إلى عدة أقسام باستخدام الوسم ديف والوسم كلاس لتطبيق التنسيقات المختلفة لجميع التقسيمات المختلفة. يمكن تجزئة المقطع بهذا الشكل ديف، بعد ذلك الكلاس، بعد ذلك القيمة. هنا تم تقسيم الصفحات: أول قسم المنيو تم تقسيمها بواسطة الوسم ديف باستخدام المحدد كلاس. هنا اسم القسم، هنا تم تقسيمه تسميته بالمنيو. إذن عزيز الطالب للتقسيم نستخدم الوسم ديف وكلاس واسم القسم. كما ذكرنا نفس الصفحة السابقة يتم استخدام الوسم ديف لتقسيم الصفحات. كما ذكرنا ديف، بعد ذلك كلاس واسم الكلاس واسم القسم منيو. بعد ذلك نقوم بكتابة المحتويات في القسم الأول. القسم الآخر مين تم تقسيمه بإضافة الوسم ديف واسم المحدد كلاس واسم القسم مين ليتم تطبيق جميع التغيرات على جميع محتويات القسم. أيضا القسم الثالث فوتو تم إضافة الوسم ديف والكلاس واسم الكلاس فوتو لتطبيق جميع التغيرات على القسم فوتو. بنفس الطريقة السابقة نقوم بفتح ملف HTML الذي تم إنشاؤه سابقا وإضافة قسم الكلاس فوتو وقسم الكلاس عفوا مين وقسم الكلاس فوتو. أيضا القسم الأخير فوتر أو التذييل لإضافة روابط مفيدة. يتم تقسيم الصفحة باستخدام المحدد ديف وكلاس واسم الكلاس فوتر لتطبيق التنسيقات عليها. بنفس الطريقة السابقة يتم فتح الملف HTML السابق وإضافة الوسم ديف لإضافة القسم الأخير الفوتر. وبذلك تم تقسيم الصفحة إلى
أقسام. التغيرات الآن لا تظهر للمتصفح، تم تقسيمها إلى المنيو والمين والفوتوز والفوتر. بعد ذلك سنقوم بإنشاء ملف style.css لإضافة التنسيقات، ويتم إنشاء مرجع لربط الصفحة صفحة ستايل شيت بصفحة ال HTML بإضافة الرابط لينك. بنفس الطريقة السابقة في صفحة ال HTML يتم إضافة الرابط لينك لصفحة ستايل التي تم إنشاؤها. إذن كما ذكرنا سابقا يتم إنشاء صفحة جديدة باسم style.css. بعد ذلك يتم ربطها في صفحة المثال السابق فوتبول فان بيج بإضافة الرابط لينك. لتغيير نوع الخط في نفس صفحة الـ CSS اللي تم إنشاؤها، نقوم بإضافة التنسيقات المختلفة. مثلاً هنا البودي الفونت فاميلي، يتم تحديد مجموعة من الخطوط، والخلفية باكراوند يتم إضافة خلفية بيضاء. وفي قسم البي أو في المهدد بي يتم تغيير لون الخط بهذا الشكل لتظهر الصفحة بهذا الشكل. نصيحة: عند كتابة المحتوى النصي لابد من مراعاة نوع الخط المستخدم بحيث يكون مريحا للعين. خصائص الـ CSS الأساسية المتعلقة بالخلفية، هناك عدة خصائص. أولا لون الخلفية، نستطيع تغيير لون الخلفية بواسطة المهدد. نستطيع كتابة اللون بأي من التنسيقات، إما اللون أو بطريقة الـ RGB أو بطريقة الهكسا. أيضا صورة الخلفية تستخدم لخلفية جميع عناصر الـ HTML الأخرى. أيضا التكرار الخلفية الـ Background Repeat تحتوي على قيم مختلفة. عند وضع خلفية يتم تكرار الخلفية إما عموديا أو أفقيا. البوزيشن موضع الخلفية إما رايت أو توب، أو نستطيع اختيار أي قيمة من موضع الخلفية إما في المنتصف أو بالأعلى أو بالأسفل. أيضا تكلمنا عن خاصية تجاوز السعة، المقصود بها التحكم في المحتوى عندما يكون أكبر من الصفحة. نستطيع التحكم من خلال 4 قيم، إما مرئية أو مخفية أو تمرير أو تلقائية في الصفحة. في مثالنا السابق تم استخدام الخاصية أوتو، وتعني أن تجاوز السعة يتم قصه وإضافة شريط تمرير للمحتوى الزائد. إذن لإضافة لون خلفية للأقسام المختلفة على نفس صفحة الـ CSS التي تم إنشاؤها، نقوم بإضافة لون الخلفية. هنا في قسم المينيو Background Color يتم إضافة لون خلفية، وفي المين يتم إضافة لون خلفية مختلف، وفي الفوتوز لون خلفية مختلف، وفي الفوتر تم تحديد لون خلفية مختلف. بنفس الطريقة نفتح ملف style.css ونقوم بإضافة كل قسم والتنسيقات المختلفة له. مثلا هنا في المنيو نقوم بتحديد لون خلفية معين، مثلا هنا الأخضر، وفي المين لون خلفية آخر، والفوتوز والفوتر بنفس الطريقة لتظهر لنا ألوان الخلفية في الأقسام المختلفة. لاحظ هنا أخضر وأبيض ورمادي ولون مختلف لكل قسم.
أيضا تكلمنا عن نموذج الصندوق، وذكرنا أن كل عنصر في HTML يتعامل معه كما لو أنه يشبه الصندوق، بحيث نستطيع التحكم في الأبعاد والحدود والفراغات حول الصندوق. إذا لكل عنصر إطار ممكن يكون مرئيا أو لا، العنصر سواء النص أو صورة يكون حولها إطار نستطيع التحكم فيه. أيضا من الهامش أو المارجن تأتي الهوامش خارج حدود الإطار نستطيع التحكم فيها بتصغير أو تكبير الهوامش. أيضا الخاصية الأخيرة الباتينج أو الفراغ، وهو المسافة ما بين الإطار والمحتوى. إذا هنا المحتوى النص أو الصورة، بعد ذلك البادينج أو الفراغ، بعد ذلك الإطار والهامش نستطيع التحكم في من جميع الجهات، العلوي أو السفلي أو عن طريق اليمين أو اليسار. كما ذكرنا نستطيع التحكم في الفراغ العلوي أو في الجهة اليمنى أو السفلي أو في الجهة اليسرى، بنفس الطريقة نستطيع التحكم في الهوامش. تعد خصائص الحدود والهوامش والفراغات مفيدة جدا في تصميم الصفحة، يمكنك استخدامها لإنشاء الفراغات المناسبة بين العناصر في صفحتك الإلكترونية وبترتيبها بشكل مناسب. إذا لتنسيق الهوامش والفراغات في نفس ملف CSS، في كل قسم نستطيع تحديد الهوامش، مثلا هنا البادينج توب الفراغ العلوي نستطيع كتابة قيمة معينة، مثلا هنا 20 بكسل، والفراغ السفلي، وهنا توسيط النص تكست ألاين، وهنا التحكم في الفراغ العلوي والفراغ السفلي بتحديد القيمة المناسبة. يجب الابتعاد عن الأرقام الكبيرة حيث أنها تسبب تشويه في مظهر الصفحات الإلكترونية. بنفس الطريقة نقوم بفتح ملف CSS وكتابة أو التحكم في الفراغ العلوي والفراغ السفلي لتظهر الصفحة بهذا الشكل. أيضا نستطيع التحكم في حجم ومحاذاة الصور، هنا استخدام خاصية نصف القطر البوردر راديوس، بحيث نتحكم في حدود الصورة لتظهر بشكل مشطوف بهذا الشكل. إذا للتحكم في نفس ملف CSS نستطيع التحكم في الهوامش المارجن والبوردر راديوس بحيث تحديد 6 بكسل ونوع الحدود وعرض الحدود. بنفس الطريقة في نفس ملف CSS نقوم بالكتابة في قسم الفوتوز ونستطيع التحكم في حدود الصورة لتظهر لنا الصورة بهذا الشكل. لاحظ الحدود هنا. أيضا تعلمنا تنسيق شريط التصفح ليظهر بهذا الشكل. إذا للتنسيق نقوم بتنسيق شريط التصفح من خلال تقسيم المنيو، مثلا هنا القسم الأول دوت منيو الآي يشير إلى قائمة بسيطة، دوت منيو الآي أي قائمة بسيطة عبارة عن روابط، واللاين بلوك يضع العناصر في سطر واحد كما شاهدنا، والهوفر تقوم بتغيير لون الأزرار عند تمرير الفارة عليها. إذا للتنسيق شريط التصفح نقوم بفتح ملف CSS السابق وإضافة التقسيمات المختلفة، هنا مثلا لوضع في سطر واحد، وضع القوائم في سطر واحد، هنا تغيير لون الخط وتغيير الخلفية، هنا التحكم في البادينج الفراغ والمارجن الهوامش، تكست ألاين توسيط النص وحجم النص، الفونت سايز، تكست ديكوريشن نون، والبوردر راديوس 4 بكسل.
في كل قسم يتم تحديد الخصائص المختلفة، بعد ذلك إضافة الهوفر لتغيير لون الخلفية عند مرور الفارة عليها. إذن بنفس الطريقة السابقة نقوم بفتح ملف في الـ CSS السابق style.css وكتابة التنسيقات المختلفة لشريط التصفح، ليظهر شريط التصفح بهذا الشكل. سيظهر بهذا الشكل عند مرور الفارة على الزر، يتغير لونه. أيضا قمنا بتنسيق قسم التذييل بنفس الطريقة السابقة اللي قمنا تنسيق بإضافة التقسيمات المختلفة. هنا عبارة عن روابط Display Inline Block، تعني أنها جميعها على سطر واحد. هنا التحكم في العرض والطول عفوا والعرض واللون ولون الخلفية والبادينج الفراغات والمارجن، التحكم في الهوامش. أيضا التكست ألاين، وضع الخط في المنتصف، والتحكم في حجم الخط وفونت ويت بولد. نفس الطريقة الهوفر يتم تغيير اللون عند مرور الفأرة على شريط التذييل. بنفس الطريقة نقوم بفتح الملف CSS وكتابة التنسيقات المختلفة التي ذكرناها سابقا. كتابة كل تنسيق كل قسم والتنسيقات الخاصة به، ليظهر شريط التذييل بهذا الشكل. أيضا تعلمنا في الدرس إنشاء الموقع الإلكتروني إصلاح عناوين الأقسام بنفس الطريقة. هنا مثلا العناوين في الـ H1 تحديد لون خط معين وفونت ويت بولد والسايز الخط 36 بيكسل، والعناوين في قسم المين H2 هنا الأوفر فلو التلقائي أوتو بحيث إضافة شريط تمرير للمحتوى الزائد، وهنا التحكم في الهامش العلوي والهامش الجهة اليسرى والهامش في الجهة اليمنى، وهنا تغيير لون الخلفية وتغيير لون الخط، وهنا تكست ألاين سنتر وضع النص في المنتصف. وبنفس الطريقة إصلاح العناوين الأخرى في قسم الفوتو H2 بتغيير اللون والحجم، وفي قسم الفوتر والفوتر بتغيير اللون. بنفس الطريقة نقوم بفتح الملف ستايل وكتابة التنسيقات المختلفة لعناوين الأقسام، مثل تغيير لون الخط والفونت ويت بجعله بولد. وبنفس الطريقة نقوم بإصلاح العناوين لتظهر لنا الصفحة بهذا عناوين الصفحة بهذا الشكل. الشكل النهائي للصفحة، تستطيع عزيزي الطالب فتح الصفحة بفتح المجلد الذي تم إنشاؤه Footable Fan Page، بعد ذلك من Explorer هنا الصفحة بعد كتابة التغيرات عليها، بعد ذلك نقوم برن تشغيل الصفحة لتظهر لنا الصفحة بهذا الشكل بعد تطبيق التنسيقات عليها. نشاط: اختر الإجابة الصحيحة في مرحلة فراغ. من مراحل إنشاء الموقع الإلكتروني تتم اختبار كل صفحة بعناية
والتحقق من عمل جميع الروابط بين الصفحات بشكل صحيح، ثم نشر الموقع على شبكة الإنترنت. ألف التصميم، باء التخطيط، جيم اختبار الموقع ونشره على الإنترنت. ممتاز، إذا تتم في مرحلة اختبار الموقع ونشره على الإنترنت. 2، في مرحلة فراغ من مراحل إنشاء الموقع الإلكتروني يتم تصميم الصفحات وتطوير المحتوى باستخدام أحد برامج تصميم المواقع الإلكترونية مثل فيجوال ستوديو كود. ممتاز، تتم في مرحلة التنفيذ. صل الخاصية في العمود ألف بما يناسبها في العمود الثاني. ممتاز، يمكن استخدام خاصية نصف قطر الإطار لتغيير حواف الصورة. ممتاز، يمكن استخدام خاصية هوفر لتغيير لون الأزرار عند تمرير الفأرة. أحسنت، يمكن استخدام خاصية إنلاين بلوك لوضع عناصر القائمة في سطر واحد. رجعنا عزيزي الطالب في درسنا اليوم مراحل إنشاء الموقع الإلكتروني، الخصائص التي ينبغي توافرها في الموقع الإلكتروني، خصائص CSS الأساسية المتعلقة بالخلفية وتطبيق خاصية تجاوز السعة، أيضا تطبيق خصائص نموذج الصندوق وإضافة القيم الخاصة بالفراغات، والتحكم في حجم ومحاذاة الصور وتنسيق شريط التصفح. الآن بإمكانك عزيزي الطالب حل المشروع بجميع أقسامه التي تم تقسيمها مسبقا وتسليمها إلى المعلم. شكرا لكم على حسن المتابعة.